احد المنتسبين مال مرور نعم. حطوا مخدرات المواطن وانحكموا عن جريمه تضليل القضاء. شنو هاي الحاله؟ ما صاير احنا دا نتبلع على وزاره الداخليه؟ يعني الصراحه الفساد وصل استشرى بها الى حد ما. احنا ما نجي نحكي من كيفنا، المواطنين دا يدلون باقوالهم 95%، واني مسؤوله قدام الشاسة وقدام التلفزيون ومستعده اتحمل اي دعاوى ترفع علي. 95% الاقوال تنتزع بالاكراه. قصه فيلم هندي، الفيلم ينعاد، هذا المتهم مدون، يجي المتهم الثاني يدون نفس اقواله، المتهمين دا ينحط شيس براسهم ودا يبصمون ما يعرفون على شنو. يجي المنتسب يجي المتهم قدام القاضي يخاف يحكي، يخاف من الضابط، النتل والكتل والخنق بالمي وغيرها. وصلوا الضباط يتخذون باساليب تعذيب ما يتركون اثر على جسد المتهم. احنا ما نجي نحكي من كيفنا، ضباط شرفاء ذولي لهم كل الاحترام، لكن احنا من نجي الضابط اللي يعذب مواطن هذا ضابط فاسد. الاستاذ يقول ماكو، اكو متهمين اثنين بالاستخبارات عذبوهم وابتزوا اهلهم بثلاث دفاتر، المتهم مات اثناء التعذيب، هذا ضابط فاسد لو ضابط شريف اللي يتخذ هذا الاسلوب المبتذل. اخوه شقيقه لهذا المتهم عن نفس التهمه تم تدوينه بعدين بالانكار. هاي اللي يسويه هذا الموضوع، هذا اللي انسان اللي يعذب انسان ويستغل وظيفته. اكو استغلال، يستغل وظيفته آخر. نعم هو استغلال. لا شنو؟ لا استغلال اقصد به وعذر جنسي لبعض المتهمين. بلي. حالات اني ومسؤوله عن كلامي يجون الناس يشهدون، يهددوهم بهتك اعراضهم، يهددوهم. بالاضافه اكو بعض الاساليب اللي هي ما تنحكي على العام بيتخذوها. ليش احنا ما دا نتبلى على احد من كيفنا؟ احنا ما دا نقول يعني الجميع، يعني انت حضرت الشاهد على هذا، احنا ما دا نقول الجميع. اكو فرق بين انت تقول كل الضباط فاسدين وبين تقول اكو ضباط فاسدين، اكو فرق بين الجملتين. زين